صناعة السدة هي ثروة اقتصادية دأب الجزائريون على ممارستها منذ القدم، وبالأخص المناطق الصحراوية. وبالرغم من صعوبتها ومرور الزمن على ممارستها، إلا أن لا زال العديد من العائلات يمارسونها. عبد العالي رحومة بعث بالتالي. نخدف السدد، هذه الحصاير يقولوا له كل واحد كيفاش يسميه. عندي سنوات في هذا الميدان، والحمد لله خبزت حلال نوكل بها في العائله والاولاد، وعندنا سنوات كبيره في هذا المجال. هذه راي قديمه شوي، ممكن ترجع للقريب 1997. نخدموها ونسوقوها يما في السوق السنوات الاولى، وتوكي عندنا معناها معروفين، عندنا نبيعوا فيها في المحل وان كان ونخدموا فيها. استعمالات نتاعها كل واحد حسب متطلبات نتاعها، واحد يديرها للحيوانات، واحد يديرها للبارك، واحد يديرها يغطي بها على الفلاحه، واحد يديرها كما حكيت حتى اللي يسكنوا فيها ذات معناها المناطق الصحراويه من جهه طمر راس وتدرار وتندوف يسكنوا بها يديروها زراعي. ديمارو قول الرابعة ولا 24، نروحوا ساعات وخطر الدنيا ما زالت مظلمة، نستنى لين تطلع السماء شوي باش نشوف، ونبدأ نشوف القصب من بعضها، ونستعمل نحشوا المكتوب الكتب ربي، ومن بعد كي نطلعوها نديروها في لندرافير وندوها للقراج غادي نربطوها 9 9:30 نبدأ الخدمة، نبدأ العمل تاع الربط هذا وين. كنا قبل في أول الحال نربط فيها بالشلالي بالخيوط، ومن بعد تطورت الفكرة أصبحت بسلوك، مرة نكملوا على الاثناش، مرة الوحدة، ساعات بخطر نخلوها نكملوها حتى العشوة ذات. والخدمة هذه راهي تبع الموسم الصيف، لأن وين يجي شتاء ما نقولش نخدموها، الماء بارد والحالة باردة، في الصيف نخدموها بحكم السخانة وحتى الطلب نتاعها يكثر في فصل الصيف. من بين المخاطر أن فيها الكلاب وفيها الحلوف وفيها الناموس بكثرة، كل ما تكونش لابس مليح معناها ممكن تنضر ذات بالناموس، ونلبسها فيها في الأدوات الوقاية هذه وين البوط والليغو والفافة والكمام هذه وين يتنقص شوي من المخاطر، لكن الغالب الخبز هاي لذتنا للحشية هذا ويني. بحكم أن الخدمة معناها فيها شوي تعب وفيها شوي مشقة، لكني خبزة الحلال نتبعوا في الحلال من شنو ناكلوا وليداتنا، ومعناها مشينا متحشمين منها الخدمة هذه واني، بالعكس أنها جابت لنا فخرة كبيرة نخدموا فيها برؤوسنا مرفوعة منها.